صاحب حضور طاغي وطلة مميزة، كل ما يظهر في مكان يتحول لترند يقلب عالم السوشيال ميديا. النجم والفنان الكبير الأستاذ محيي إسماعيل، مستعد لحلقتنا؟ نعم، أمال أنا جاي أعمل إيه؟ إيه الخطيئة اللي ممكن أكتر حاجة بيخاف منها محيي إسماعيل؟ أنا بخاف من نفسي. إمتى الشيطان انتصر على محيي إسماعيل؟ إذا كنت أنا الشيطان. نروح لأول خطيئة؟ وأنا عشان ببوح يبقى أخطأت؟ هو في إيه؟ طب والفنان يعيش إزاي؟ يعيش عنه معاش. يعني يعيش يقبل أي حاجة ويغلط ويشوه المجتمع ويبوظه؟ ولا يبقى عنده خيم ويعلم المجتمع ويسمو به؟ محيي إسماعيل عايش إزاي؟ أنا حاسس إن ربنا بيحبني. ليه؟ لا هو زي نملة. الخيانة. هو في إيه؟ هو في إيه؟ أنا معرفش. معرفش أنا جاي هنا ليه؟ أستاذ محيي إسماعيل. أيوه. إحنا بنسمي شخصيات البني آدم وش. أيوه. عندك كم وش في الحياة؟ الحياة مليانة وشوش. يعني في المنافق والكذاب والنصاب والكدن والعكنفة والتريل والدغوف. وفي وش القوة وفي وش الضعف، مش لازم تكون كده. عندك كم وش؟ لا كلنا عندنا وشوش. ما أقدرش أقولك إن أنا مثالي. ليه؟ أنا ربنا خالق فيها الخطيئة، فأنا ناقص. ما أقدرش أقولك. الله على صراحتك. ما أقدرش أقولك إن أنا مثالي ويبقى كذاب. لا، عندي وشوش. لما لا قدامي إنسان أقوى مني وأنا لي حق ومش عارف أخده، لازم ألبس وشوش كتيرة، لكنها وشوش مليانة إرادة وقوة وعدالة لأخذ حقي من هذا المغتصب لحقي، فلازم ألبس وش. طيب أنا في الفقرة دي هنزل لك وشوش وهكتشف من خلالها محيي إسماعيل عنده كم وش. إيه رأيك؟ موافق؟ كم وش؟ جاهز؟ جاهز؟ أنا طول عمري جاهز. هعرض لك صورة هتظهر قدامك يا أستاذ محيي على الآيباد. أيوه. وعندك ثلاث وشوش تحت. أيوه. في وش محبة وفي وش الحزن وفي وش الغضب، تختار الإيموشن اللي تحطه للصورة. يلا بينا؟ يلا. أحط إيدي على محمد رمضان. ومحمد إمام. أيوه. تحط لمين فيهم علامة حب كفنان وممثل؟ الاتنين. وعنده موهبة؟ الاتنين. ولو قلت لك انك لازم تختار واحد بس من الاثنين؟ لا مش هختار. بطل، انت مبوظ لي الحلقه. انا عايز ابوظ الحلقه دي. انت مبوظ لي الحلقه. ايه يا حلقه سمك؟ مين فيهم يصلح للادوار الشعبيه، رمضان ولا محمد امام؟ الاثنين. ليه؟ الاثنين قدموا ادوار شعبيه والاثنين نجحوا. طب ما هو بس انت كده يعني. انا جاي ابوظ. مش انت استضفت ناس قبل كده كانوا كويسين؟ لا انا جاي ابوظ. الصورة اللي بعدها. الله. محمد سعد واحمد حلمي، مين بيضحك محيي إسماعيل اكتر؟ محمد سعد. يبقى حط له اللاف. لاف. احمد حلمي مش بيضحكك؟ بيضحكني. بس محمد سعد اكتر. بيسخسخني. اللي بعده. ياه. احمد عز امير كراره، معاك علامه حب واحده تحطها لمين؟ اولا الاثنين ممثلين كبار، انا لا اشتغلت مع ده ولا مع ده. طب لو جالك فيلمين معروضين عليك، واحد من امير كراره وواحد من احمد عز، هتختار انهي فيهم؟ امير عز. نص من ده ونص من ده. يعني انت قاعد تبوظ الحلقه. اختار امير كرار. بس كده. طبعا. ايه اهم دور شايف انه اداه النجم امير كراره؟ الاختيار. كان عظيما. أنا كمان معاك. عظيما 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 جدا. انا مش قادره اشوفه وكانه الشخصيه. يعني خلاص انا نفسي اللي بمشاهده مش قادره اشوفه بره الشخصيه دي خلاص. انت قلت حاجه عجيبه وجميله قوي. ساعات يقول لك ايه رايك في محمود المليجي؟ يقول لك الارض. الله، طب ما عمل ادوار كتيره جدا، اشمعنى ده؟ ما يعلم مع الناس. لا، لانه المجرم ده
تقمص الفلاح ده بأحاسيس ثانية خالص غير الإجرام. وبقى فهو الرجل اللي اتحلق شان أبو إيه ده كرر نفس القصة. هو المنسي تقمص ويصبح طول عمره مهما يمثل هو المنسي. تحية كبيرة للشهيد المنسي. طبعاً احنا بنحكي على ناس خوارق، ناس ضحوا بدمهم، احنا ما عملناش حاجة. سوري يعني بنأدي دورنا لكن هو ده اعظم ناس في الكون اللي موت نفسه من اجلي، اللي استشهد عشاني. عشان كده عمرنا ما هننساه. لا يمكن. هم ماتوا بس عايشين معانا. سوري مش المنسي بس. طبعا. وجميع الشهداء. كل هؤلاء الابطال والشهداء. اللي راوا سينا بدمائهم. اللي ضحوا بنفسهم. الله اكبر. نروح للي بعده. الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان باسم الصقر. يا سلام. تحط علامة حب واحدة عندك لمين فيهم؟ الاثنين. الاثنين ممثلين جبابرة. جبابرة. مش هناقشك. فتحي عبد الوهاب وباسم سمرة ده أنا شفت باسم سمرة ده في المشير وفي الريان. إيه ده؟ إيه يا ابني التمثيل ده؟ أنت جامد قوي. وفتح أبو هاب ده في جميع أدواره زي التعبان يعني متمكن قوي. فالاتنين لا أستطيع لأن أنا أرفع لهم القبعة، بس صعب إن أنا أرفعها. طيب مين فيهم يكمل مسيرة محيي إسماعيل في الأدوار؟ ولا واحد. أكمل لا السؤال. لا ما تكمليش يا عم. في حاجات أكمل السؤال. في حاجات ما تتكملش لو سمحت. ليه؟ تكفى 60 سنة ستكل. أنا شفت الموت وأعصابي باظت وعيد كتير وكنت بتألم بفظاعة عشان أصنع ال17 فيلم بال17 عقدة. لكن ممكن واحد منهم يمثل عقدة 2-3 لكن واحد يمثل ال17 عقدة ويظل سويا مغرور. لا والقرآن ما فيها غرور. عارفة دي فيها إيه؟ طب معلش بقى ثانية واحدة. عارفة دي فيها إيه؟ واحد بينحط في الصخر بيعمل حاجة غير مسبوقة كما قال المخرج الكبير علي بدرخة. ليه بتقولي بقى مغرور هنا؟ ما تقولي بذل مجهود في شيء لم يسبقه إليه أحد. ما تقولي كده. أصلي ليه ما تقوليش الأول آدم. الأول ليه ما بتقوليش الجملة دي؟ هذا منهج علمي أنا طبقته. أنا ممكن أؤمن بأنك أنت فريد من نوعك. ما قلتش فريد. لا 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 أنا اسمحي. لا 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 أنا اسمحي مش أو فريد. أو ممكن تقول على نفسك أنا. ما بقولش على نفسي. الله. أنا بقول هناك إنسان قدم شيء للسينما لم تكن موجودا من قبل. أنت زعلانة؟ وبعدين يا جماعة الأستاذ محي أنا مش عارفة أشتغل منه يا جماعة. هو أنت لما تقولي لما تقولي كلمة ضدي مش من حقي إن أنا أدافع عن نفسي ولا فوتها؟ لما تكون ضدك. وانا عارفه اقول كلمه من اول لا الحلقه. لا يا ست امال كنت بتاع اللي فات ده كله كان ايه بتسخني وبتتيممي؟ هو في ايه؟ هو في ايه؟ لو هيجسدوا سيره محي اسماعيل مين الممثل اللي ينفع يأديها؟ ولا واحد. لو يجسدوا سيره احمد زكي ما حدش عارف يجسده. وليه ليه؟ مش تسأليني ليه؟ ليه؟ لأن أحمد زكي تعالى عنه كل شيء عنه وهو عمل نفسه. هنجيب واحد يجسده إزاي؟ ما هو عمل كل شيء عن نفسه. طب محمد رمضان كان هيجسده. لا أحمد زكي كتير قوي على أي واحد يعرف يجسده. مع احترامي لمحمد رمضان. لا ما هي دي أفلام ومسلسلات السيرة الذاتية. المقارنة صعبة. عارفة زي إيه؟ في شاب جميل جابوه يعمل عبد الحليم حافظ. هل هذا عبد الحليم حافظ؟ هل هذا؟ لا بس ممكن اقول انه عارف يؤدي الدور يؤدي. لا يا حبيبتي هو شكل لكن ليس احساس. وانت يا استاذ محي لما قررت انك تقدم سيره الرئيس الراحل القذافي جمعت كل احاسيسه؟ على فكره احييكي. احييكي. شكرا. جاوبني بقى. بص يا ست الكل لما يجي الواحد يمثل شخصية أيوة. فبيحاول يحس الشخصية على قد ما يقدر. يعني لما عملت نابليون حسيت ديلي سيبس حسيت وقدرت ألم الشخصية بحيث وأثر في الجماهير أنني نابليون.
من خلال الشكل، من خلال الأحاسيس. لما نيجي نقول بقى القذافي، أقدر أقولك إن أنا حمثل جزء كبير قوي، وحكون القذافي تيبكال بأحاسيسه، بجزء من أحاسيسه. خليك معايا، الأحاسيس دي رؤية وتكوين طباع وانفعالات وتكوين رباني، إذا كنا هنتكلم على تحليل الأحاسيس كويس. لكن أنا همثل جزء بحيث أؤثر فيكي إن أنا القذافي، أما الأحاسيس هي ده عطاء الخالق للإنسان، مش اجتهاد الإنسان إنه يبقى عنده الأحاسيس دي. نشوف اللي بعده؟ آه طبعا. اللي بعده شفت؟ أيوه. مين اللي في الشاشة؟ الرئيس سادات. مع مين؟ مع العبد الله. ده سنة 77. تحط علامة إيه؟ الحب. آه طبعا طبعا. إيه السعادة اللي على وجهك دي؟ فرحان. أنا مش بقابل بطل حرب والسلام، أنا بقابل شيء غير مسبوق في التاريخ كله، مش كده ولا إيه؟ كنت بتحبه؟ يا خرابي بحبه. أول ما شفته قلت له إيه؟ أنا أول ما قابلته طبعا كنت فرحان جدا، والحقيقة كل شوية قالوا لي معلش الرئيس هيقابلك، بس هو مستني السيمون في مي. أيام ياسر عاصف القرار قال له مين السيمون في مي اللي معطى الرئيس؟ قال لي هتعرف دلوقتي، الطيارة اللي جاية بعديها فيها السيمون في مي. أتاري السيمون في مي ده أكلة سمك مدخن، وأنا أيام ما أعرفش السمك المدخن. فالمهم قابلت الرئيس فبيقول لي آه خفيت؟ قلت له من إيه يا رئيس؟ قال لي من الصرع. أنا شفت الإخوة، قلت له لا أنا ما عنديش صرع، أنا عايز شقة. وخدت الشقة بتقسيط وفلوس. آه. أنا خفت أرد عليه على طول، لو واحد ظابط يخش يغير له تفكيره فينسى جملة أنا عايز شقة. فهو بيقول لي خفيت؟ هو لسه بيقول لي خفيت من الصرع؟ قلت له أنا عايز شقة. يعني ما رضيش على السؤال، وده طبعًا أنا خفت، فعلى طول قال لي خفيت من الصرع؟ قلت له أنا عايز شقة. بعدها قلت له ما عنديش صرع يا ريس. بس قلت الأول قول له شقة، اخلص لأنك مش هتقابله تاني، ده هي لحظة. واداك الشقة؟ أه وخدتها الحمد لله. وعملت بيها إيه؟ خدت الشقة وقعدت مستناه وحاجات زي كده، ودلوقتي الحمد لله يعني قاعد فيها بقالي 40 عاما، وأنقذتني من الضياع لأني سكنت 30 سنة مفروش. ربنا يسترك دايما. الحمد لله. بص بقى يا استاذ محي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بسمه بقى الطيبه اللي انت خليتها كلها توقع كل ادواتها في الارض. انت هتقلبي شريره ولا ايه؟ وخلتني ان انا مش عارفه اعمل الحلقه. لا لا اوعي. ولا ركزت. هتفاجئني؟ وما انا رفعت لك الرايه البيضاء. طب لا انت كنت عايزه بتميدي الحاجه. انت بتميدي الحاجه. عايز اقول لك حاجه مهمه. عيشيها بسعادة ملهاش إعادة. الله يا عرفة، انقذيني، انقذي البرنامج. ناس من بقية. سلام عليكم يا أستاذ. أهلا. بص بقى أنا ولا بتاعت إيه بص فلفسة. دي إيه بص دي هو كده أنا كده خشي. لا بتاعت فلفسة ولا الكلام ده خالص. أنا بتاعت الصريح والواضح. خشي. أنت سيادتك لما عملت فيلم الإخوة الأعداء دور حمزة الأرماني، فاكر الدور ولا فكرك؟ لا مش عايزة تفكريني. وأساساً مين أنتِ؟ أنا العرافة. إديها. الدور ما كانش فيه صرع أصلاً، وأنت اللي خليته فيه صرع. برافو عليك. والأستاذ حسام ما كانش موافق. أيوه. ولما وقعت من على السلم وخبطته لما كان هو اللي على الكاميرا بيصور، وقعت كمان الكاميرا، ساعتها اقتنع. الله أكبر. انت كنت معانا؟ حقيقي. اقسم بالله ما في كلمه غلط. انا صغير واديني الفيلم وقال لي مثل، قلت له اه لا يعني حد عارفك؟ فنور الشريف قال له ده كويس، قال له مفيش حاجه اسمها كويس، انا مش عايزه. فمن هنا بيقول لي انت في ايه؟ قلت له الدور ناقص. قال لي ناقص ايه؟ قلت له ناقص الصرع، الممثل الاجنبي ما عملش اهم حاجه. قال لي يا سلام، انت بقى اللي جاي للتايهه. قلت له ايوه انا عملت الصرع وخدت اعلى اجر. كل شويه بقى الله يرحمه حسام اقول له
مين اللي رفع الانتاج وجاب لك فلوس اكتر؟ انا اللي كنت هتشيله. شوف لي 1000 جنيه اهم. اول مصحف بعدها بشهر يسال عيالي داخلين السينما، داخلين السينما ليه؟ هنشوف الواد اللي عنده صرع ده، عارفينه؟ نشوفه تاني. يقول لي شوف الجمهور. اقول له هات. مين اللي رفع الانتاج؟ ما هو انا، لو كنت شلت الصرع ما كنتش هتجيب الفلوس دي. هات لي 1000 كمان. قعدت قد ايه في السينما يا استاذ محي؟ 10 شهور. والسينمات بقى ايه؟ لما زوزو قعد سنة ونص، ومصر كلها بعد كل حفلة تطلع تقول جمع. الله الله الله، ما تستناني، ما انا جايالك. اديها. هو انت كل الكلام بتقوله قبل مني؟ على فكرة هغلبك برضه. تستطيعي. قدمت في معهد فنون مسرحية. وعملت الإخوة الأعداء ووراء الشمس وخلي بالك من زوزو، كل ده أخوك الكبير المخرج ولا معبرك. ويوم ما يجيبك، يجيبك أخرس في أبناء في العاصفة. الله. هقول لك حاجة، أخويا الله يرحمه فايق إسماعيل الله يرحمه، اللي عمل قضاء في الإسلام. وكتب 12 فيلم وكم شخصية، كان متصوف، كان راجل عظيم جدا. أيوه. سنين طويلة الملك يقول له إدى أخوك دور، يقول لا يصنع نفسه وبنفسه. لحد ما راح شاف الإخوة العداء اللي هو أخويا فايق إسماعيل، راح اتفرج قال له زول، قال الله الواد ده بيمثل مع ال 11 نجم دول وخد الجايزه منهم. ده تاني يوم بقى دخل الاستوديو بقى، فقال انا رشحتك لدور مهم. قلت له ايه الدور ده؟ قال لي ابناء في العاصفه. ابناء في العاصفه مصر شافتك كل الواد الاخرس. فرحت جدا الاخرس. من قبل بقى اما تشوف الدور بقى عامل ازاي انت فرحت طبعا. لا ودور صعب، الاخرس بيمثل بعينيه فقط، مفيش حكايه التمثيل كله بالعينين قدام مين؟ عبد الله غيث. فلأول مرة بقى أخد بطولة في أخويا، فبيقول يلا يا محتو ما اسميش محي، الأستاذ محي. ما خلاص شافني بقى في الإخوة الأعداء واعترف بي. فأنت بقى واخد وضعك. قلت له الأستاذ محي. على وضعك. نعم. نعم. يا راجل يا محترف. نعم. يا اللي عارف من ايام المعهد ان مفيش حاجه اسمها في التمثيل اسلحه حقيقيه ولا بنادق ولا مسدسات ولا اسلحه بيضة، تصر في الفيلم بتاع ظهور بريه وانت مع حسين فهمي مطوه بجد وجد. لا 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 ما عملش كده يا عرفه الاستاذ. لا لا عملت. 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 عملت وكانت جريمه وخطيئه وعاقبوني وحرمني ووقفوني سنتين كده ووصلت يعني حاجه صعبه. ليه بقى؟ معقول؟ انا في فرصه مطروح ومعانا يوسف فرانسيس المخرج. ايوه. رمسيس مرزوق المصور، وناديه لوفر طالع انا واخد هيروين وبحاول يعني اعتدي عليه. فكان مديني سكينه صناعيه وانا بتخانق، فانا جبت من مصر سكينه قرن غزال. قبل التصوير بدقيقة رميت دي وطلعت قرن الغزال، وبعدين اللقطة كلها على شفايف نادية لطفي بالسكينة وكده وكده، لو اتهزت أي حاجة هتعوض، وبعدين خناقة مع حسين فهم وفاتت على الجميع. ليه؟ المخرج قال ما معناش إلا البوبينة دي ومش هنعيد. قلت فرصة، طلع السكينة الحقيقية وعرفهم بقى إنك ما تقلش عن دي عن روبرت دينيرو. وريهم التمثيل اللي فيه تقمص واندماج. كان فيه تقمص رهيب واندماج، وخفت على حسين وعلى ناديه. المهم وفاتت، بس حرمت بعد كده اعمل حاجه زي ما يصحش. رحت تاخد اجرك من السبكي، خدت فوقيه عجل، ورحت رايح بالعجل للجزار بتاعك اللي بتاخد منه كيلو في كيلو، وقلت له يلا خد العجل ده واخصم منه الشكوك بتاعي والباقي هبقى اجي اخده كيلو في كيلو كمان. حصل ولا ما حصل؟ على فكره انت فضوحيه يا ستي. والقران الشريف ما حصل ولا حصل ان في بينا عجول. بجد؟ يا بنت عجالي. ده انا عجلانه موت. اللي بتكلم دي مجنونه؟ الله علمونا يابا يابا علمونا اضرب سيد المجنونه يابا يابا علمونا. لا انا ما بضحكش ولا في حاجه بتضحكني ولا بزيط ولا الكلام ده. يا بنت انا بضحك نفسي. الله علمونا. هو في ايه؟ وفي ايه يا بنت؟ هو في ايه صحيح؟ الله علمونا يابا يابا. طب بقول لك ايه؟ قولي. انت ما بتثقش في الستات ابدا ابدا.
وهي الست الوحيده اللي وثقت فيها اللي اتزوجتها الله يرحمها. الله يرحمها. انما ايه البنت الالمانيه الاموره الحنينه دي؟ لا دي كانت قصه حلوه. ايوه. وعشنا سنه ودخلتها في الاسلام. يا ريت تتعلمي حاجه منها. يا ام لسان طوله مترين. الله علمونا تاني. يلا الله علمونا يا با يا با علمونا. خد رقصة المجنونة يا با يا با علمونا. خد وقفة المجنونة يا با يا با علمونا. قولي لأبوها يفز. عمره ما داق الوز. مذاكرة. أمال أنت فاكر إيه؟ قولي لأبوها يفز. عمره ما داق الوز. طب أقول لك على حاجة تانية. هي أعرفها دي على طول. أيوة ده أنا قاعدة لك. قولي عندك فائض حوار في بقك. من المهندسين لأكتوبر لو خدت تاكسي التاكسي بياخد فلوس كتير قوي، وانت دكتورك في اكتوبر فعملت حيله كده بدل ما تروح من المهندسين لاكتوبر للدكتور بتاعك في المستشفى بتاكسي قلت تروح بايه؟ 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 عنتور ولا؟ ميوا 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 ميوا. بالاسعاف. ايوه. طب كويس انك اسعفتيني في الرد. شفت؟ ده بجد حقيقي؟ لا انا فاكر اياميها لا الاوبر راضي يجي ولا التاني راضي يجي ولا اي حاجه، فقلت انا تعبان واستجدت بالاسعاف، والاسعاف وصلتني المكان اللي انا رايحه. بجد؟ اه والله، قلت لهم انا عيان ولازم الحق، كان في ميعاد مهم جدا. لا اوبر راضي يجي ولا ده ولا اي حاجه، الاسعاف جاني فعلا. والله بشكر رجال الاسعاف ان هم عملوا كده يومها. اسعفوني. والله؟ اه بشكرهم. بجد؟ وبشكرهم فعلا. طبعا. برافو عليكي يا عرفة والله على كل ده. قولي قولي عندك حاجة تاني؟ سلام عليكم بقى يا دكتورة. صلى تتجنني. يا مجنونة. والله يا مجنونة. هو في ايه؟ ربنا يشفيها. هو في ايه؟ عمرك لعبت لعبة عروستي قبل كده يا أستاذ مهر؟ لا ولا عايز أعرف. بتكره العرايس؟ لا لا مش بالعكس، احب اي عروس. لعبتها زمان؟ لا ولا احبها. طيب هنلعبها بقى. اللي هي ايه؟ هو في ايه؟ هو في ايه انت؟ الله انا جاي هنا عشان اتضايق يا ربي. هقول لك اوصاف شخصيه وانت تعرفها من الصفات اللي بقولها لك. طبعا. بس كده. بس. كل ما بتعرفش قولي عروستي واقول لك. مش عايز اقول كلمه عروستي. طيب قولي اللي بعده. هقول خطيبتي مثلا. ماشي قول خطيبتي. اي حاجه. اي حاجه اخرها ايه يعني؟ انت مش عايزني حتى اكمل الحلقه يا في نهايتها؟ اتفضل. مصمم تبوظ لي الحلقه؟ ماشي يلا بينا. شايف نفسه نجم كبير؟ ايوه. عرفته ولا اقول؟ عرفته. مين؟ حسين فهم. لا. غروره واصل فوق السحاب. انت انت غرورها في منتهى الذكاء. انت محترف في ركوب الترند. عرفته؟ هو مين؟ هو هو مين اللي الناس هتقول عليه؟ ولا لا انت اللي لازم تقول مين. عرفت مين ولا اوصف تاني؟ لا اوصفي تاني عشان الصوره هتنزل بعد. أيوة كده. ايوه اوصفي تاني. طيب لبسه شيك وظهوره عجيب. انا نزلوا له الصوره. عرفته؟ انا لو قابلت محي اسماعيل بجد تقول له ايه؟ خلي بالك من نفسك. وانا كمان بقول لك خلي بالك من نفسك. وانت خلي بالك من نفسك. هو في ايه استاذ محي؟ انا بشكرك جدا. انا بشكرك كنت جدا. ضيف عزيزه على قلبي. ثانك يو. انا صحيح يعني بوظت لي الحلقه. شكرك. وكل ادواتي وقعت في الارض. احسن. بس انا سعيده وفخوره بوجودك معايا. ده كفايه عليا. And I'm proud with you. Me too. Thank you. خلينا كده شوي قلبنا هنود. محمد سامي قال ان انت اللي زجيتي بياسمين صبري في المشكله دي. هو اللي علاها علينا واحنا يعني كلنا ساعتها كنا اعلى منها يعني. اتضربتي بجد؟ والمشهد موجود. بازازه في دماغك؟ اه كانت المفروض تبقى سيكوريت وهي مش سيكوريت. رفضتي دور بس يعني
مع غادة عبد الرازق. طلع ان الموضوع بقى قديم بقى وفي مشاكل مع ناس تانية كتير، بس ناس كبيرة بقى، نجمات كبار. انت شايفة نفسك عندك مميزات مش موجودة في الناس اللي حواليكي؟ على فكرة حق الرد ودافع عن نفسي دي انا عمري ما دافع عن نفسي. هو في عمارة كلها صحفيين؟ لا مش ولا كلها فيها صحفيين. جريدة؟ هي جريدة جريدة هي جريدة أوروبا. لا دي جديدة دي.